شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلاة وسلاما على خير البشر من عليه القرآن نزل، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، وحلقة الجمعة والكلام عن أنواع الهجر. ما زلنا بفضل الله تعالى ومنته علينا مع النوع الأول من أنواع الهجر، ألا وهو هجر التلاوة والسماع. وصلنا إلى هجر السماع، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أن الجن كانوا يتأثرون بالقرآن، بل والمشركون أيضا كانوا يتأثرون بالقرآن، وهناك من أسلم من الصحابة بسبب سماعه لآي القرآن. أين نحن من هذا؟ هل نسمع القرآن ونتأثر به، أم أن القرآن كلام نسمعه ولا نتأثر به؟ يعني أنا بعجب والله عجبا كثيرا عندما أجد أحد الناس يقول لي والله أنا صليت ورا فلان اليوم ما شاء الله لي صوته جميل جدا، تحب تصلي وراه. وممكن يكون تأثر بصوت الشيخ ولم يتأثر بكلام الله، وبيحصل كتير جدا في تسجيلات القديمة، تسمع تلاقي الشيخ بيقرأ في قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة كلام يعني صعب جدا، وتلاقي ناس عم تقول الله زدنا يا عم الشيخ، زدنا ايه؟ لازم نتأثر بالقرآن، نسمع القرآن نتأثر به كما تأثر به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيه يا رب؟ من خشية الله. الجبل يتأثر بالقرآن وأنت لا تتأثر بالقرآن، وأنت لا تتأثرين بالقرآن. عايزين نخرج من الحلقات ديت واحنا عندنا ود ثابت في القراءة، عندنا همة وحب واشتياق لسماع القرآن الكريم. يعني سيدنا عثمان ابن عفان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ها قلوبنا طهرة ولا عندنا مشاكل في القلب؟ كل واحد فينا يشوف نفسه هو بيحس بإيه عندما يسمع القرآن، هل يتأثر بصوت الشيخ أم يتأثر بكلمات القرآن، بكلام الله، بكلام الملك. وقلنا من قبل في تعريف القرآن: المنزل على قلب محمد. والصحابة كانوا يستقبلون القرآن أيضا بقلوبهم، أما نحن فنسأل الله العفو والعافية. وفي الحلقة الماضية يعني تكلمنا عن قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عند سماعه لآيات القرآن. واليوم نستكمل بإذن الله تعالى الكلام عن بعض مواقف تأثر الصحابة بالقرآن وبعض التابعين. ولو ظللنا نتكلم في هذا الأمر والله لاحتجنا إلى حلقات وحلقات، لكن يعني نريد أن ننتهي من النوع الأول من أنواع الهجر إن شاء الله بعد الحلقة القادمة. ليه؟ عشان كل اللي احنا بنعمله دوت من الكلام عن النوع الأول ده عشان بنهيئ حضراتكم للنوع الثاني، ألا وهو التدبر.
يمكن كل حلقه بذكر حضراتكم ان احنا جايين على ايه، داخلين على ايه، داخلين على تدبر القران، لان التدبر ده هو الغايه من سماعي وقراءتي للقران. لكن احنا خلينا الوسيله اللي هي بتوصلنا للغايه اللي هي القراءه والسماع خليناها هي الغايه. الغايه ان انا اقرا القران قراءه صحيحه، الغايه ان انا احفظ القران، لا 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 لا. احنا عايزين بقى ان شاء الله كده احنا بنهيئ حضراتكم لما ندخل على التدبر. وما ادراكم ما التدبر؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. واخواني في الاستوديو كمان صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي في طرقات المدينة فسمع رجل يتهجد بالقرآن. يعني يتهجد بالقرآن يعني بيصلي قيام ليل. ايه ده بيصلي قيام ليل واحنا فين من الكلام ده؟ بس سمعه بيقرأ آيات تأثر بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سمع الرجل يقرأ من سورة الطور، فلما وصل الرجل إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، إيه اللي حصل لسيدنا عمر؟ أنت سمعت الآية دي كم مرة طيب؟ سمعنا الآية دي كم مرة؟ إيه اللي حصل لسيدنا عمر؟ قال سيدنا عمر ورب الكعبة قسم، قسم ورب الكعبة لحق إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. روح سيدنا عمر البيت وظل شهرا مريضا. ايه ده من سماع آية والناس يعودونه رايحين يزوروه ومش عارفين هو تعبان من ايه؟ ده تعبان من ايه؟ تعبان من آية واحدة، من آية سمعها. احنا فين؟ سمعناها كم مرة الآية ديت؟ كتير. ده في واحد بقى هحكي لكم حكايته. الراجل ده كان يعني من كبراء العرب، كان سيدا في قومه، كان سيد في قومه. سمع القرآن تأثر به ولم يكن مسلما، كان مشركا في هذا الوقت. الراجل ده اسمه الطفيل، الطفيل ابن عمرو الدوسي، كان زعيم قبيلة دوس. وسيدنا الطفيل ذهب إلى مكة يحج إلى البيت، أو مش الحج بتاعنا، نكلمه حج خاص بيهم. فذهب إلى مكة فالتقى أو قابله زعماء قريش من المشركين، فقالوا يا طفيل لا تسمع لرجل بيننا يسمى بمحمد؟ ما تسمعلوش خالص، سد ودنك ما تسمعش، ده راجل بيتكلم بالسحر واحنا خايفين عليك وعلى قبيلتك انكم تتبعوا هذا الرجل. فظلوا وراءه، وعارفين الزن على الودان، فضلوا يزنوا على ودانه لحد لما وصلوه لفين؟ وصلوه لان هو يضع القطن في اذنه. يقول الطفيل ظلوا يحدثونني حتى تأثرت بكلامهم، تمام، ووضعت كرسفا في اذني. الكرسف اللي هو القطن. وخرج يعمل المناسك بتاعته اللي هو اعتاد عليها. يقول فقابلت محمدا. قابل من؟ قابل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وبعدين فكر والطفيل كان شاعرا، فكر قال أين عقلك يا طفيل؟ أنت فين عقلك؟ ازاي ما تسمع؟ ما انت بتعرف الفرق بين الثمين والغث، تقدر تحدد الكلام ده كلام كويس ولا كلام ما يسمعش، شعر ولا مش شعر، سحر ولا مش سحر. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليه ما عنده. فاسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بعض ايات من القران. ايه اللي حصل؟
أسلم الطفيل. أسلم بس؟ لا 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 لا. وذهب إلى قبيلته وأسلموا جميعا. سمعت القرآن كم مرة؟ كتير. وأنا والله والله العظيم هذا الكلام لي ولكم، أنا محتاج للكلام ده أكثر من حضراتكم. أنا ربما أسمع القرآن كل يوم من خلال تعليمي للقرآن، وأحتاج إلى أن أجد قلبي مع القرآن. تأثر الطفيل والله، وخلى القبيلة كلها تسلم، واحنا فين؟ احنا بنسمع وخلاص. رمضان قادم على الابواب، هنصلي التراويح وهنعمل ختمات قد كده، وهنسمع القرآن كتير، ونتعامل مع القرآن بشكل موسمي، بنقرأ قرآن، بنسمع قرآن في رمضان وبعد رمضان ليلة العيد. للأسف الكثير منا ليلة العيد لا يقرأ القرآن. يا عم اقرأ القرآن يا عم، كمل، ابدأ ورد جديد. انت خلاص خلصت ورد وخلصت ختمة وختمتين وثلاث، ابدأ ختمة الشهر الجديد بقى، شهر شوال. ما انت خلصت رمضان ودخل على شوال، ابدأ بقى ختمة شوال. حد يقرأ القرآن يوم العيد ليلة العيد؟ يا عم اسمع قرآن، شغل السي دي، شغل الكاسيت، شغل إذاعة القرآن الكريم واسمع قرآن. الناس وكأنها ايه، انتهت من حمل ثقيل خالص. كلنا محتاجين ان احنا ايه، نقرب جدا ونقترب من القرآن سماعا وتلاوة، وبعد كده اللي جاي بعد كده ايه، وتدبرا. سيدنا جبير ابن مطعم او ابن مطعم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم يسلم بعد، راح عشان يفك اسير كان مأسور، يدفع فلوس وياخذ الاسير ويمشي. فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور ايضا، والطور وكتاب مسطور في رق منشور الى اخر الايات. قال فلما انتهى إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، يا ده نفس الآية اللي سمعها سيدنا عمر، ماذا قال؟ قال خشيت أن يدركني العذاب فأسلمت. احنا فين؟ احنا فين من القرآن؟ احنا فين من سماع القرآن؟ سيدنا محمد ابن سيدنا جبير ابن مطعم يروي عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على أفضل من علم القرآن من البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقرأ في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. من سورة الطور أيضا، إيه ده؟ سورة الطور دي لها قصص غريبة وجميلة ما شاء الله. قال كاد قلبي أن يطير، قلبه مش معاه. ما احنا قلنا بقى، قلنا بأنهم كانوا يسمعون القرآن بقلوبهم، أما نحن فنسمع القرآن للأسف إلا من رحم ربي بآذاننا. وذكركم بكلام سيدنا عثمان بن عفان، لو طهرت قلوبكم أو قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. لو قلوبنا طهرة ونظيفة عمرها ما تشبع أبدا من كلام ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن كان يحب أن يسمع القرآن. مش أنا يعني ذكرت لحضراتكم حديث في الحلقة الماضية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا
عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن؟ قال أقرأ عليك وعليك نزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. لو عدنا نتكلم عن الصحابة الحلقة هتخلص وهنحتاج حلقات تانية، وإحنا حابين في الحلقة القادمة إن شاء الله عندي مفاجآت عن سماع القرآن، والله هنتكلم مع حضراتكم على تأثر الحيوانات بالقرآن، الأطفال الرضع بالقرآن، عشان نشوف كده نراقب قلوبكم شوية وتقربوا شوية من سماع القرآن بالقلوب. ندخل بقى على تابعي من التابعين ألا وهو الفضيل ابن عياض. الفضيل ابن عياض كان من التابعين وكان شاطرا. كلمة شاطر على فكرة احنا دايما بنقولها لولادنا، انت شاطر، ده شاطر ده كان قطع طريق، شاطر ده يعني حاجة كده زي الشياطين، كان قطع طريق وكان بيحب امرأة فتسلل يوما، تسلق البيت يعني الأشجار ليصل إلى بيتها، وهو طالع كده بيتسلق طبعا هو روضها فرفضت فأبت، فحب ان هو ايه يروح لها البيت. ايه اللي حصل؟ سمع احد الناس يقرأ في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إيه اللي حصل؟ بكى بكاء شديدا وقال الآن يا رب. يعني هو كان طالع ليفعل الفاحشة فسمع قرآنا فانقلب حاله إلى أن أصبح من أكثر الزهاد والعباد لله جل في علاه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بالله عليكم سمعتوا الآية دي كم مرة؟ كتير والله. ده في ناس حفظاها، الناس اللي حفظها الأجزاء الأخيرة، الأجزاء الأخيرة من القرآن في سورة الحديد. أما عديت على الآية ديت ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، حسيت بإيه؟ قلبك لسه جامد لم يتأثر؟ أنا بتكلم على آيات إحنا سمعناها كتير، يعني من منا لم يقرأ في رمضان ختمة واحدة؟ هنقول ختمة واحدة وبلاش بيمسك المصحف طول السنة، وعمره دلوقتي مثلا ما يقرب من 30 عاما، وبقاله 10 سنوات بيصوم، وعشر سنوات بيقرأ، 10 ختمات على الأقل قرأها، عدى على الآيات دي مفيش تأثر؟ مش حاسس بالآيات؟ طب والله ده احنا هنثبت لكم في الحلقه القادمه الماء يتاثر بالقران. احنا فين؟ احنا فين من ده؟ بالله عليكم كل واحد فينا يبحث عن قلبه عند سماع القران ويشوف نفسه هو فين من سماع القران واحساسه بالقران. يعني أذكر إن شاء الله هذه القصة وأختم بها كلامي في هذه الحلقة نظرا لأني يعني مجهد شوية، ولو إخواننا إن شاء الله يضعوا يعني أرقام الهواتف على الشاشة وصفحة أيضا صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج لتلقي اتصالاتكم ورسائلكم إن شاء الله. أبو العالية، أبو العالية كان إماما مجاهدا حارب الروم في بلاد الشام،
إمام مجاهد، وحارب الفرس أيضا في بلاد ما وراء النهر، رجل محارب، وكان أول من رفع الأذان في هذه الديار كالمؤذن، يعني يدخل المعركة ينتصر يؤذن في البلاد دي. ماله أبو العالية؟ أعد العدة للذهاب للجهاد في أحد المسيرات الجهادية، إذا به يجد ألما شديدا في رجله، قدمه، رجليه، حس بألم شديد جدا. فجاء الطبيب وقال له أنه مصاب بالأكلة، حاجة بتاكل في العظم. قال: وما الأكلة؟ قال: داء يأكل العظم، العضو الذي يحل به، أول ما يوصل عند عضو يفضل يأكل فيه لحد لما ينتهي، فلابد من بتر ساقه حتى لا تصل الأكلة إلى باقي جسمه. طب يقطعوا رجليه، محتاجين إيه؟ محتاجين إن هو يحضروا منشار ويقطعوا رجليه ساقه، هينشروا رجليه. مش احنا لما واحد يشك بشوكه ممكن يقعد يعني اسبوع ما يسيبش البيت ويستموت، خلاص ده هو ده شوكه جت في رجله. ويا سلام بقى لو عملت احمرار كده حواليها ولا حاجه. احنا نقول واحد حطيت رجليه وجابه منشار وشاف المنشار ويقطعوا رجليه. قالوا له: احنا محتاجين عشان نقطع رجليك هنسقيك ايه؟ مخدر. مخدر يعني خمر، حتى لا يشعر بقطع ايه؟ الساق. قال لهم ايه؟ قال لهم: ادوني المخدر ده ولا هقول لكم بس بعد ما ناخد الاتصال ده ان شاء الله. عبد المنعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. الله يكرمك يا فندم. لو سمعت عايز استفسار بس كده في آية. تفضل. أنا بسمع من بعض المكرين لو سمحت كلمة يومئذ ويومئذ. تمام. فأنا عايز أعرف صحة الكلمة دي. أنا بسمعها من مشايخ كبار في مصر. هقول لحضرتك نطقها صحيح إن شاء الله. ماشي يا فندم. حاضر. تحت أمرك. أنا بسمعها من علماء كبار جدا في مصر، وبعدين بصراحة أنا يعني الأصح يومئذ ولا يومئذ؟ هقول لحضرتك بس هي فيها لهجة، بس ما أنا أقول لحضرتك اللهجة تيجي إزاي. ماشي يا فندم، ربنا يكرمك. بارك الله فيك، ربنا يفيك. ماذا قال لهم أبو العالية؟ قال لهم: بل هناك ما هو خير من ذلك. قال: احضروا لي قارئا. ايه قارئ؟ هيعمل ايه القارئ؟ هيسيل مخدر؟ لا، ده هيخليه يعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. قارئا يتقن كتاب الله، واجعلوه يقرأ. يقرأ ايه؟ قرآن. هو ده المخدر بتاعك؟ خلوه يقرأ ايه؟ قرآن. وانا بسمعه لحد لما تلاقوا ايه؟ وجهي احمر. اول ما تلاقوا وجهي احمر وتتسع حدقتاي، عينيه توسع كده، ونظري يثبت في السماء، تلاقوني عملت نظري وجه للسماء. وانتوا عارفين اللي هو يعني تعملوا له كده ما يشوفش حاجه. ايوه. فابدأوا في قطع قدمي أو ساقي، فإني في هذه الحالة لا أشعر بجسدي. عارفين ليه؟ لأنه دلوقتي قلبه هو اللي شغال، والقلب طالما شغال فين الجسم؟ الجسد خلاص هو مش حاسس بالجسد.
وقطعوا ساقه. بتهيألي لو قلنا لحد فينا كده تعالى هنقطع عقله من صباعك، صلاني يعني يشفي مرضى المسلمين جميعا بسبب ان فيها مشكله، وتعالى بقى اسمع قران واحنا بنقطع. ده هو لو حطيت له بنج موضعي مش هيقبل ده. ده هو عايز ايه؟ عايز بنج كلي لمده 5 ساعات لحد ما القلب يروح كمان حتى بعد ما يفوق. صح؟ ها بنتاثر بالقران ولا لا نتاثر بالقران؟ يعني انا حبيت اجيب بعض النماذج، والله هناك الكثير، لكن انا يعني كنت اعتذر عن هذه الحلقة بسبب يعني وعكة صحية كده، صلاني يعني يعني اسألكم الدعاء بالشفاء لي ولمرضى المسلمين. ف كفاية عليكم كده اليوم من كلام عن بعض النماذج من الصحابة عند سماعه من القرآن، وبعض النماذج القليلة من التابعين، وخلينا نرد على بعض الرسائل ونرد على بعض الاتصالات اذا كانت اتصالات. وارد على ابدا باتصال اخونا عبد المنعم اللي بيسال عن كلمه يومئذ ويومئذ ويومئذ يومئذ ويومئذ، ايه الصح فيهم؟ خلينا نقول ان دي كلمه واحده ولا كلمتين؟ هي يوم وإذ ولا كلمة واحدة؟ يومئذ. كلمة واحدة مرسومة في المصحف، كلمة واحدة، والله ما فيش عندنا موضع فيه قطع هنا، هي يومئذ على طول. لو أنا قلت يومئذ يبقى قطعت. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، احنا عندنا في القرآن كلمات مقطوعة في بعض المواضع وموصولة في بعض المواضع، منها مثلا كلما، هتلاقي مرة مكتوبة كلما كلمة واحدة وكل لوحدها وما لوحدها. في فرق في النطق؟ في فرق في النطق. لو موصولة أقول كلما، لو مقطوعة أقول كلما، هو ده اللي موجود في يومئذ. موصولة بقول إيه؟ يومئذ. لو أنا قطعتها أقول إيه؟ يومئذ كلما، صح؟ يبقى من يقول يومئذ يبقى قطع يوم عن إذن. احنا عندنا يوم في القرآن كثيرة، صح؟ يوم يعض الظالم، فإن أنا أفصلها سهل، لكن عند لكن القطع بتاعها إيه؟ القطع بتاعها يبقى أنا كده قطعت الكلمة إلى إيه؟ إلى شطرين، يوم وإذ. احنا عايزين بقى إيه؟ نوصلها، يبقى إيه؟ يومئذ مش يومئذ، يبقى الخطأ في ان انا اقولها يومئذ والصواب ان اقول يومئذ. ارد على بعض الرسائل اللي معانا من الحلقه الماضيه، وان كان في رسائل ان شاء الله بعد كده نرد عليها ان شاء الكريم. تامر عاطف بيقول السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ اشرف؟ بارك الله فيك، اسالك بالله ان تدعو لي بان يوفقني الله في حفظ كتابي الكريم، مع العلم بأني قد تعلمت أحكام التجويد والحمد لله. صلى الله يبارك فيك. طبعا تعلم التجويد دي وسيلة لضبط القراءة وإتقان القراءة. وسؤالي أن تفصل كلمة الذين ألعمت عليهم جزاك الله خير. ويقصد أخونا هل ينفع أن أنا أقول الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم لوحدها؟ هو الأولى هو أن أقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن أن أبدأ وأقول أنعمت عليهم أنا لا أجد من تكلم في هذا الوقف أو هذا البدء. تمام؟ الاسم بقى مش عارف أقرأه. لحسين، أي ممكن يكون الحسين طاجت أو حاجة كده يعني. السلام عليكم، يعني اظن هو ليس بمصري. السلام عليكم ورحمه الله يا شيخنا عامر، هل هذه القراءه صح ام خطا؟ اهدنا الصراط المستقيم ازاي؟ احنا عندنا حمزه يقرا ب
اشمام الصاد زي اهدينا الصراط، اهدينا الصراط، لكن اهدينا الزراط لا. تمام، وهذه قراءه صحيحه قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حد فينا يسمع كلمه هو مش معتاد انه يسمعها، دي موجوده عند العرب في كلامهم، في كلام العرب. يعني من العرب ان يقول اللهم اهدني صراطك المستقيم، صراطك المستقيم، هو يقرأ، هو يتكلم هكذا، فهذا القرآن موافقا ايه للهجته، موافقا لكلامه، فدي قراءة صحيحة، لكن مش بالزاي، هي بالصاد المشمة زاي. محمد بدر بدورة هو ده اسمه، يقول السلام عليكم، من فضلك يا فضيل الشيخ فضلك الله، أنا أم بدر من المغرب. أهلا بحضرتك أم بدر، أشكركم على جوابكم السابق، حفظكم الله ورعاكم، كيف حالكم؟ لو سمحتم أريد أن أسألكم عن رأيكم في الدورة المكثفة لحفظ القرآن في سنتين، في 60 يوما، نسأل الله لكم الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. أجاوب حضرتك إن شاء الله أم بدر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. نورة، أستاذة نورة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذة نورة من المغرب الشقيق. نعم، حياك الله وحيا أهل المغرب. الله يخليك، جزاك الله خير. أريد أن أسأل يا شيخ، هل في طريقة لحفظ القرآن وما انساهوش أبدا؟ حفظ القرآن دون نسيان؟ نعم. حاضر، أجاوب حضرتك إن شاء الله. القرآن وسبحان الله بنساه، يعني بحفظه بس بنساه. هقول لحضرتك إن شاء الله على روشتة كده، ما تنسوش أبدا إن شاء الله. أجاوب بقى على أم بدر. هي بتسأل بتقول إيه رأيك في الدورة المكثفة لحفظ القرآن في 60 يوم اللي هو في شهرين، ودي بفضل الله تعالى إدارة قناة الندى ليها التجربة ديت، بتقوم بها منذ سنوات أخونا الشيخ إبراهيم العروبي قائم على هذه الدورات، بالفعل أظن دي رابع سنة أو خامس سنة، والدورة ناجحة جدا. بس دي تحتاج مننا إلى حاجة مهمة جدا، ما جيبش الحافظ وحفظه القرآن 5 6 ساعات واسيبه يمشي ويجيني ثاني يوم كده خلاص هو نسي اللي ايه، نسي اللي حفظه. لازم يقعد معايا فترة طويلة، والفترة دي يتخللها شيء من الترفيه وشيء من الحكايات، يعني لازم يدخل حاجة مع القرآن. لو قعد فترة طويلة 10 ساعات مثلا او 12 ساعة يحفظ، ده هيمل طبيعي، فاحنا محتاجين ده. حاجة تانية كمان مهمة جدا في هذا الامر، وهي المراجعة، ان يكون في عنده مراجعه مستمره. ما اصل في ناس ايه، يحفظك وجه كل يوم، وجه كل 10 دقايق مثلا، فيجي على مدار اليوم تحفظ كم من الايه، من اوجه القران، تمام، ويجي تاني يوم يحفظك الجديد، القديم راح فين؟ كل سنه وانت طيب. تختم القران، انت بتحفظ ما بترجعش، تبقى ختمت القران، يا فرحتي ختمت القران، ونيجي نمتحنك في القران ما نلاقيش ايه، ما نلاقيش قرآن، نلاقينا نسينا القرآن كله. المراجعة أساس في الحفظ، فمحتاجين لإيه؟ للمراجعة. أستاذة نور من المغرب لسه متصلة علينا، بتسأل بتقول إيه الطريقة المثلى لحفظ القرآن دون نسيان؟ كل واحد حسب قدراته. بمعنى أنا قدراتي إن أنا أحفظ بسرعة فآخد كم كبير شوية، طب أنا قدراتي إن أنا حفظ ضعيف فآخد كم أقل شوية. طيب انا في مراجعتي بلاقي في مشكله، يبقى ما زودش في كام الحفظ، يبقى انا محتاج ان انا اعمل موازنه بين الحفظ والمراجعه، يعني كم الحفظ عندي يتناسب مع كم المراجعه عشان اقدر اراجع على طول. بل بالعكس، انا بقول دايما المراجعه تاخد وقت ايه اكبر، وكم ما هيبقى اكبر، يبقى انا محتاج كم مراجعه عشان ما انساش. حاجه ثانيه، الاستعانه بالله ثم بتفسير مبسط يساعدني على معرفه معاني الكلمات. كمان حاجه ثانيه مهمه جدا، ان انا الذاكره عندي ما تبقاش مشغوله فيها انشغالات قد كده وعايز احفظ وما انساش، لا لازم افضي الذاكره شويه. تخيلوا الكوب ده فيه تلتين وشاي، انا عايز املاه نصه كمان شاي، ايه اللي هيحصل؟ هياخد التلت، والتلت هيحصل ايه؟ هيقع على الارض. معنا اتصال. ابو هاجر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ اشرف؟ اهلا بيك، الله يكرمك يا ابو هاجر. ربنا يبارك لك يا شيخ اشرف، جزاك خير. الله يحفظك ويبارك في عمرك. والله ممكن يا بص يا بنت هاجر تقرا بعد اذنك. هاجر تقرا؟ ايوه. طيب تتفضل. تقرا الفاتحه ممكن؟ هنسمعها ان شاء الله. ماشي، جزاك الله خير. اهلا، جزاك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا هاجر؟ الحمد لله.
الحمد لله. عامل ايه؟ انت كويسة؟ اعوذ بالله من الشيطان يا هاجر، الرجيم. يا هاجر نعم. ما تقوليش شيطان، قولي شيطان. الشيطان. تمام، ممتازة يا هاجر، ما شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا، احنا قلنا ايه واحنا بنقرأ مع الفاتحة؟ مالكي، مالكي يوم الدين. تمام. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا هاجر، بصراحة لنفسك الخطأ يعني، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك وفي والديك وفي من علمك القرآن. فأختنا نورة بنقول لها محتاجين إن إحنا إيه؟ محتاجين إن إحنا نفضي الذاكرة شوية، يعني أنا ما ينفعش إن أنا أكون شاغل نفسي بمليون حاجة وعايز أحفظ القرآن، استحالة هحفظ. لازم أفرغ وقت معين في كل يوم، مش حاجه اسمها كل اسبوع، كل يوم ولا يومين في الاسبوع ولا ثلاث ايام في الاسبوع، لازم كل يوم لازم ايه؟ لازم عندي وقت محدد للقران، والوقت ده ما ينفعش اعمل فيه حاجه غير القران تحت اي ظروف. وقت للمراجعه، في هذا الوقت جزء منه المراجعه وجزء منه الورد الجديد. ولازم كمان اكثر حاجه تثبت معايا، عارفين التنافس يجيب نتيجه كويسه جدا، يكون في حد ايه؟ حضرتك زملي اخت طيبه كده محبه للقران زيك وعايزه تثبت القران وايه تسمعه لبعض، ده كمان هيلزم حضرتك اكثر. لكن مهم قوي ورد الايه المراجعه. اخد ان شاء الله يعني رسالتين كمان ولا حاجه ان شاء الله. بنت السلام بتقول: شيخي ما الفرق بين روايه ورش وحفص؟ جزاكم الله خيرا، اسال الله ان يرزقني والمسلمين العلم والفهم والعمل، وفقهم الله لكل ما يحب ويرضى. انا متهيألي جاوبت على السؤال ده قبل كده، لكن اجاوب على حضرتك تاني. روايه ورش وروايه حفص روايتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بورش لان ورش هو اكثر من اشتهر عنه تعليم هذه الروايه فسميت باسمه، وحفص اشهر من اشتهر عنه تعليم روايه حفص فسميت الروايه باسمه. لكن كل القراءات والروايات كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بينهما في الأحكام اللي بيسميها العلماء الأصول، وفي بعض الكلمات المختلف فيها، المختلف مش المخالفة، مفيش خلاف في القرآن، المختلف فيها وده بيسميه العلماء الفرش، ده الاختلاف اللي موجود. لكن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل القراءات المتواترة والروايات المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، عن رب العزة جل في علاه. برنس علي هو كاتب اسمه كده، بيقول: انا يا شيخ حافظ القرآن منذ سنتين، وانا بقالي 3 أشهر لم اراجع عليه، ماذا افعل؟ لا يعني حكايتك حكاية، يعني انت حافظ بقالك شهرين ما بترجعش، دي مصيبة، لابد من المراجعة. احنا نتكلم على الزام، ان انا الزم نفسي بورد مراجعة ثابت معايا كل يوم، حتى لو مش هحفظ اراجع، يعني لو ما عنديش وقت الحفظ اراجع، لكن انا اسيب المراجعه والحفظ هذا غير مقبول، وده يخليك تنسى القران، وانا خاف عليك من نسيان القران. انا يعني احسن حضراتكم اخرج الى فاصل قصير، يعني طب دي نهايه الحلقه؟ طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى اسالكم الدعاء يعني لي بظهر الغيب، وان شاء الله الحلقه القادمه يوم الجمعه القادمه باذن الله تعالى هيبقى عندنا مفاجآت مع سماع القرآن. أتمنى من حضراتكم أنكم تتابعونا، ويوم الاثنين إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، أيضا لنا لقاء مع الأداء القرآني وصدر سورة البقرة، فانتظروني أختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين.
ورحمة قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبر المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقر